السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أرحب بكم من جديد. إن شاء الله راح نتكلم عن الجزء الثالث والأخير من الويندوز 10. إن شاء الله راح نتكلم عن الديسك تشابتر، كل الأمور اللي تخص بالديسك، ونختار أيضا بعض المواضيع المختارة من الويندوز 10، كان يكون بعض التطبيقات، بعض اليوتيليتي سوفتويرز، فراح ان شاء الله نتطرق لها بصورة سريعة وناخذ عليها تجارب عملية وتطبيقات عملية بالمختبر بإذن الله. مبدئيا احنا اذا نريد نشبه الديسك او بحياتنا الاعتيادية، هي حال المعلومات الموجودة في حياتنا، كيف نرتبها، كيف ننظمها، كيف نحاول الوصول السريع إلى هذه المعلومات، كان يكون مثلا ملفات، فايلات موجودة في حياتنا الواقعية، شلون نوصل لهذه الملفات، شلون نرتبها، شلون نحاول أنه تكون هذه الملفات accessible، ممكن الوصول إليها بسرعة، ممكن أنه ما يصير عندنا في نوع من التأخر في إيجادها، أيضا ما سبب لنا أي شغل مساحة كبيرة من الموجود، كان يكون فايل كابينة وغيرها. طبعا هاي تطرقت لها في هذه المقدمة. ايضا الفايلات اللي موجودة في جهاز الخزن، كان يكون الهارد ديسك او السوليد ستيت درايفز، كيف نرتب هذه الفايلات بطريقة تعزز وتحسن من اداء النظام واداء الحاسوب بصورة عامة. طبعا الان تطرقت ايضا الى انواع الهاردات اللي مستخدمة، وتطرقت الى النوع الحديث اللي هو السوليد ستيت درايف، اللي هو اكثر كفاءة من الهارد درايف من ناحية السرعة ومن ناحية الحجم اللي ياخذه، لكن ولو هو مكلف أكثر. نتكلم عن أول جزء اللي يخص الديسك تشابتر، اللي هو ستورج فيو. أكيد أنه كل شخص يهمه أنه يشوف إيش قد شاغل التطبيقات أو الفايلات أو الفولدرات، حجم من الديسك اللي عنده. فهذا أهم فقرة من أنت تعرف الأمور اللي شغلة الديسك، خاصة السي اللي هو الجزء اللي مكان منصب بالأوبريتنج سيستم أو النظام، لأن هذا الجزء كل ما زادت الخزن بداخله كل ما يقلل من أدائه وسرعته. فأتكلمت عن الذهاب إلى الستورج فيو من خلال الذهاب إلى السيتنج. السيتنج نلقاها بالستارت، راح نشوف هنا علامة الدشلي، وبالتالي هي سيتنج هنا موجودة فوق زر الباور. الذهاب للسيتنج، بعدين راح نذهب للسيستم. طبعا انا هنا مغير لون اللون مال الخلفية حسب البرسوناليزيشن، راح ناخذها ان شاء الله باخر الفيديو. السيستم راح نروح على الستورج، على هذا النافيجيشن بين اللي هي موجودة على اليسار، راح اروح على الستورج، وبالتالي راح يظهر لنا كل الامور اللي تخص الويندوز اللي منصب بالقرص او البارتيشن سي اللي هو الجزء الاول. راح يبدي يسوي عملية كالكوليتنج وحساب للمعلومات اللي موجودة ضمن هذا القرص. طبعا احنا نريد نقول له شو مور كاتيجوريز، راح نشوف، راح يعطينا اياها بالتفصيل كل شيء ايش عندك ماخذ، خاصة التمبراري فايلز. التمبراري فايلز هذه هي عبارة عن فايلات مؤقتة ممكن مسحها وما يأثر على النظام، بالتالي راح يخفف لنا من حجم كل الكبير. يعني شوف التمبرر فايلز اللي هي عبارة عن فايلات اللي تشتغل مع التطبيقات، تساعد على يعني زيادة السرعة من التصفح، من عملية أي عملية من عمليات داخل التطبيق. شوف وصلت عندي 4 جيجا، يعني هاي 4 جيجا هسا إذا أمسحها طبعا راح توفر لي كلش مساحة كافية من القرص اللي هو ما باقي له فقط 9.63 من الحجم الكلي، وبالتالي راح يزيد لنا من سرعة الأداء. أيضا بعض التطبيقات الفيديوز ممكن كل واحدة راح أضغط عليها راح يعطيني تفاصيل أكثر عنها، وبالتالي راح نعرف إنه هذا الهارد مالته ايش قد. الهارد فقط السي، بينما إذا أردنا نعرف الهاردات ككل ايش قد الحجم، ممكن الذهاب الى الديس بي سي او الماك كمبيوتر، وبالتالي راح نعرف تقسيمات نشقد وكل هارد ديسك شاغله منه الفايلات.
أيضا ممكن الذهاب إلى System Information غير مطالبين به لمعرفة تفاصيل الحاسبة، فقط الذهاب إلى System Information راح نعرف شنية الكومبوننتس الموجودة بالحاسبة ومواصفاتها من ناحية كارت شاشة، من ناحية الرامات أو غيرها. نجي على تول أخرى جدا مهمة في معالجة بعض المشاكل اللي يصير بالحاسبة، مشاكل السوفتوير، وهو الديسك كلين اب. الديسك كلين اب من اسمه هو عبارة عن تنظيف الهارد أو الديسك من بعض الأمور اللي هي غير ضرورية. قد تساعد هذه الأمور على زيادة في بطء وتقليل من أداء وأداء الحاسوب بسرعة. فالديسك كلين اب تول كلش مهمة تنظف لنا التمبرري فايلز أو الفايلز اللي موجودة بداخل الريسايكل بين أو الفايلات اللي غير ضرورية. هسه راح نتطرق لها، راح نشوفها وشلون راح نوصل للديسك كلين اب. أنا أعطيتكم كل الطرق اللي وصول للديسك كلين اب. أصعب طريقة اللي هي الستارت، بعدين راح نذهب إلى الويندوز ادمنستريتيف تولز، ورا الويندوز ادمنستريتيف تولز راح نلقى الديسك كلين اب. الديسك كلين اب اول شيء يقول لك حدد لي اي نوع من البارتيشنز اللي انت تريد تسوي له كلينينج. اكيد يعني انت اكيد عندك فايلات غير ضرورية قد تكون نسيت تمسحها، قد تكون انه هي اصلا نازلة مع مثلا مع من الانترنت وانت ما منتبه لها، فهو راح يمسحها ويوفر لك مساحة خزن اضافية. كان يكون السي مثلا، هسه انا بس السي عندي، راح يسوي فد عملية من الانالايزنج، راح يقول لي عندك الداونلود البروجرام مثلا تمبرري انترنت فايلز، غير هذا اللي ما حاطه الانتكار ريسايكل بين تمبرري فايلز، هذين كلهم عبارة عن نصف جيجا كاملة من الفايلات الغير ضرورية. هذه الفايلات الغير ضرورية تحتاج إلى عملية مسح، بالتالي توفر لنا مساحة خزن إضافية من الهارد. هذا يعتبر جزء من عملية الإدامة وصيانة الهارد بطريقة السوفت وير. طبعا أنا راح أقول له delete files وراح يكمل لي تنظيفها بصورة سريعة. خلصنا من 500 ميجا غير ضرورية. اكو تول اخرى اللي هي الديفراجمنتر. الديفراجمنتر ازالة التشظي. التشظي ناتج من عملية تنزيل تطبيقات او خزن فايلات ومسح جزء من عندها وتنزيل تطبيق اخر وتنزيل فايلات في مكان اخر، فبالتالي راح تحدث فراغات داخل الديسك. هاي الفراغات عملية التنقل بين المعلومات تكون ابطأ لوجود هذه الفراغات. أنطيكم مثال جدا مشابه. كان يكون أنا عندي ملابس وأريد أصفطها في داخل كابينة معينة أو الكنتور. هذه الملابس إذا شلتها وحطيتها مباشرة بدون أي عملية ترتيب راح تشغل لنا مساحة جدا كبيرة، بالتالي ما نقدر نسيطر على الوصول إلى المعلومة أو وصول إلى الجزء اللي أنا أحتاجه بصورة سريعة. فعملية الديفراجمنتر إزالة الفراغات والتشظي وترتيب الفايلات والمعلومات بطريقة بحيث هم توفر لنا مساحة من القرص وتوفر لنا أيضا بنفس الوقت ترتيب للفايلات وزيادة بأداء النظام. الديسك ديفراجمنتر وصول إلى حال وصول الديسك كلين اب مباشرة من خلال الستارت، هذا أصعب طريق، والويندوز ادمنستريتيف تولز وديسك ديفراجمنتر. انا بالنسبه لي راح اكتب مختصر ديفراجمنتر راح اوصل للديفراجمنت واللي هو راح يسوي لي نوع من الاوبتمايز. طبعا انا راح يعطيني انواع التقسيمات اللي موجوده عندي. انا بالنسبه الى حاسبتي الشخصيه مقسمها الى هذه التقسيمات. عندي 2 SSD هاردين SSD، وعندي هارد درايف ديسك او هارد ديسك درايف سوري. هذه ما يسوي لها analyze لان هو عبارة عن solid state drive، حكينا بالمحاضرة الاولى كمقدمة قلنا لكم ان نوع التركيب الخاص بالsolid state drive يختلف عن التركيبة الخاصة لhard drive disk اللي هو يتكون من قرص. هذا يكون مؤهل لعملية analyze وبالتالي الى عملية الoptimize بواسطة defragmenting. اما هذا لا، ما يحتاج، بس مجرد ان يسوي الاوبتمايز وبسرعة راح يسوي ترتيب للفايلات. اما هذا لا، يحتاج الى عملية انالايز تختارها وتحتاج الى وقت معين، قد يكون اذا انت ممسويه الى فترة معينة يحتاج الى فترة كلش طويلة. الفكرة انه تحتاج الى عملية الديفراجمنتينج كل 3 اشهر يصفي لكم الحاسبة
وينظم لكم الملفات، وهذه أداة جدا مهمة في الحفاظ على ديمومة القرص وعمله بصورة صحيحة وعدم البطء. أما إذا أريد أتكلم على الإكزنت بروجرامز، الإكزنت بروجرامز اللي هو كيفية الخروج من التطبيق، أنا أريد أتكلم عن كيفية الخروج من التطبيق وصولا إلى موضوع مهم جدا أريد أوصل إليه. حكينا بالمحاضرات السابقة شلون أطلع من أي تطبيق معي، عندكم عدة خيارات للخروج، إما أنه أروح على الكلوز أو أروح على الفايل لكل تطبيق، أروح للفايل مالته وأقول له أي فايل وأقول له exit program، يمكن يكون هسه مثلا هذا الفايل، أختار وأقول له close، أو أدوس Alt زائد F4 أو أختار أيضا Alt F وبعدين أروح أقول له exit. كل هذه الطرق توصلنا إلى طريقة الخروج من أي تطبيق أو ملف أو فايل فولدر، كل هاي الأمور. لكن أنا اللي أريد أوصل له في حالة بعض التطبيقات اللي هي يسموها البروغرامز داي أو الانرسبونسيف أبليكيشن أو انرسبونسيف كمبيوتر ستيتس، كان يكون حالة الكمبيوتر تكون غير مستجيبة لأي أوردر، مثل ما نسميها بالمصطلح العامية انه هانجينج او تعلق الحاسبة. اذا علقت الحاسبة لاي سبب كان، كان يكون مشغل اكثر من 4 تطبيقات، كان يكون مشغل في التطبيق كلش ضخم، يحتاج الى بروسيسنج عالي، يحتاج الى كارت شاشة عالي، الحاسبة راح تتشتف، راح تحاول انه يعني تطي استجابة لكن ما تقدر وتتوقف. بهذه الحالة شلون نعالج المشكلة اللي توصل بها؟ أول أن نسوي عملية انتظار لحين قد إنه الحاسبة تستجيب وترجع إلى وضعها الأصلي. أما إذا ما استجابت فممكن الذهاب إلى Escape والتخلص من عملية الهانجينج أو التعليق. Escape موجودة بالكيبورد اللي هو هذا الجزء الأخير هنا اللي هو زر الأعلى الأيسر، هي Escape. طبعا اذا ما استجاب ممكن ندوس Alt زائد F4 قد يكون يعمل اغلاق. طبعا اكو ايضا عدة حالات نقدر نتخلص بها، لكن هذه الحالات اذا مثلا كان يكون مثلا دست Alt زائد F4 Alt زائد Escape وغير امور معينة ما انطت نتيجة، نجي الى اخر احتمال ممكن انه نوصل له. هذا الاحتمال يكون سليم، اما الاحتمال الغير سليم فهو عملية اغلاق الحاسبة بطريقة غير نظامية. الاحتمال السليم اللي هو عملية ضغط الزرار الثلاثة اللي هي الكنترول زائد الالت والدليت، هذه الثلاث زقام من ادوسهن بوقت واحد راح تظهر لنا ويندو اسمها تاسك مانجر، مدير المهام. طبعا هذا مدير المهام انا هسه حاليا ما اقدر اضغطها لان راح يروح التسجيل عندي، راح يدخلني بهذا الويندو مثل ما تشوفون اليوم، يطلع لكم التطبيقات الرننج حاليا او اللي هي شغاله حاليا، ويطلع لكم اكثر التطبيقات اللي شغله حيز من يكون سي بي يو او الميموري او الهارد او كارت الشاشه. التقسيمات راح تذكر عندكم ويقول لكم يا ترى هسه هو عندكم هذا التطبيق هو اللي مسبب لكم هاي عمليه التشغيل. مجرد اختار تطبيق واسوي له انتاسك راح تختفي بصوره سريعه جدا كل المشاكل اللي صارت عندي بالحاسب. هذا استفاد من عنده بحاله انه اذا علقت الحاسبه وتوقفت انه راسا راح اطفيها، هاي اطفي حتى اقدر اطفي الحاسبه او اسوي لها ريستارت او اطفي التطبيق اللي مأثر. واستفاد من الكنترول ال ديليت من معرفه مواصفات الحاسبة، هل تتحمل هاي التطبيق اللي أنا مشغله، هل يتحمل هاي اللعبة اللي منزلها، من خلال هسه مثلا انه هسه هاي الحاسبة بتقول لي انه هسه انت مشغل جوجل برو والسي بي يو عندك مخبط، فأنا عندي مشكلة بالحاسبة بسرعة عامة، فالبروسيسر عندي لازم يتبدل. يعني الحاسبة اذا كانت لابتوب والسي بي يو مالتها تعبان فاشتري لي حاسبة اخرى. اما اذا كان الرام ايضا اقدر احدث الرام، اقدر احدث كارت شاشه، اقدر احدث ايضا الهارد احوله من هارد ديسك الى سوليد ستيت درايف.
كل هاي الأمور أتعرف عليها من خلال الكنترول زائد الالت زائد الديليت. التوبيك الأخرى اللي أريد أتطرق لها من ضمن الويندوز 10 اللي هي بعض التطبيقات اللي موجودة ضمن الويندوز ستارتر أبليكيشن. عندنا عدة تطبيقات تجي كأكسسوريز، يعني هسا أنا من أروح للستارت وأروح على الويندوز أكسسوريز راح ألقى مجموعة من التطبيقات. من ضمن هذه التطبيقات اللي هي تنزل أوردي ويا الويندوز اللي هي الأكسبلورر كمتصفح، الكاركتر ماب اللي هي عبارة عن بعض الأحيان أحتاج إلى أكتب اسم لفايل معين، لكن ما أحتاج إنه أكتبه مثلاً بالرموز اللي موجودة عندي هنا كالحروف أو الأرقام، لا أحتاج رموز معينة. هاي الرموز تكون مميزة، مثل هسه راح أشوفكم هاي الأيقونة اللي عندي هنا أنا كاتبها بعلامة مميزة من خلال الكاركتر ماب العفو، واختاريت علامة الفاي. هاي علامة الفاي مستحيل إنه تلقاها ضمن الكيبورد. هذا أيضا هاي أنا هنا قاعد أتطرق بصورة سريعة للأكسسوريز اللي موجودة ضمن الويندوز 10. أنتم مطالبين كطلاب مطالبين فقط في للبيت، لكن عندنا هنا عدة أكسسوريز من ضمنها السنيبنج تولز اللي هي حال السكرين شوت، أختار جزء معين وأسوي له سكرين شوت. أيضا عندكم ستيب ريكوردر غير هاي الأمور. إحنا هسه ما نتطرق فقط النوت بورد تكلمنا عنه، راح اتطرق فقط لاستخدام البينت. البينت هذه هي الواجهة الأساسية للبينت. ليش طلبتنا نحتاج نتعلم البينت؟ البينت هو يعتبر أبسط برنامج أو تطبيق يجي ويا الويندوز يساعد على معالجة الصور، معالجة الصور بطريقة بدائية وليس احترافية. لأن مثل ما تعرفون أنتم في حالة أنه أنا كطالب أو أنا كمثلا كشخص عادي أحتاج مثلا كتقديم لمعاملة معينة بصورة إلكترونية أو مثلا تقديم فايلاتي أو سي في أو كذا، أو أحتاج إلى رفع صورة مستمسكات، هذني الصور والمستمسكات إذا أطلق لهم صورة من الموبايل مباشرة وأرفعها راح يكون حجمها كلش كبير ونعاني مشاكل بعملية الأبلودينج للنت. فعملية التعديل بالبينت هنا ممكن إنه نصغر حجم الصورة، ممكن إنه نحط صورة الهوية وظهر الهوية بوقت واحد، كل هاي الأمور أقدر أعالجها بالبينت. لذلك أضطر إنه لازم تتعلمون استخدام البينت رغم بساطته، أنتم تحتاجون إلى تعلمون شلون نسوي عملية إيديتينج على أي صورة. فبدأينا نحتاج إلى إضافة صورة معينة، نأخذ الصورة من برنامج السنيبينج تولز، راح أكتب سنيب تولز هذا سنيب تول، هون اختار لنا فد نسوي لنا فد جزء آخر، هذا جزء يجي هنا نقول له كوبي، راح نروح على البينت. هذا البينت هنا أول جزء من ضمن الهوم اللي هو البيست. مثل ما قلنا لكم طلاب كل التطبيقات أو البرامج تحتوي على فايل ومنيو آخر ضمن المنيو وكوربينس. الفايل دائما يحمل داخله على الأوبن أو النيو أو السيف سيف آز أو الأكزيت، هذه الأجزاء المهمة. طبعا البروبرتيز الخاصة بالبرنامج كان يكون فيه كان يكون بعض الأمور المهمة. أما إذا أريد أخزن الملف بإكستنشن معين مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة، فهذه الإكستنشنات المتوالمة مع برنامج البينت كملفات صورية بي إن جي جي بي جي بي إن بي الجي أي إف. طبعا كل هاي الأمور تحتاجون إنه تحفظوها بين الإكستنشنات الخاصة ببرنامج البينت واللي من خلاله يمكن يتعرف على الفايل ويشغله معه. هاي من إدراج هنا الصورة. طبعا أقدر أسوي نوع من السيلكشن لجزء معين مثل هذا الجزء محاضرات، وبعدين من سويت السيلكشن ممكن أحركه. ممكن أسوي عملية أندو تراجع أو كنترول زائد الزد مثل ما تشوفون طلعت، هي راح تراجع عن العمل اللي أنا سويته. ممكن أسوي عملية ريسايز للصورة، صورة حجمها كبير أسوي لها عملية ريسايز، أدوس ريسايز راح يقول لي زدتها الحجم اللي تريد تقلله أو تزيده. مرات بعض الأحيان إنه أحتاج إنه أزيد الريزولوشن، فأعطيني 50% أعطيني بعد أكثر أو قلل لي 50%، مجرد إنه أقول أعطيني بالبرسنتج أعطيني 50 وليس بالبيكسلز، بيكسلز بها حسابات شوي معقدة على طول.
أما الروتيت هذا شيء طبيعي، نقدر ندور الصورة بعملية روتيتنج أو فليب كام أو ميرور، كل هذه الأمور نقدر نسويها من خلال الروتيت اللي هو الخاص بالبرج. هناك بعض التولز كان يكون مثلا الكتابة، ملء كتابة بطريقة تكست والمساحة والبيكتورز وأيضا الماجنيفاير. الماجنيفاير نحتاجها يعني يكون شغلنا أكثر دقة، نحاول نكبر أقصى ما يمكن ونشتغل. القلم دائما يختار هذا اللون الأول للكليك الأيسر واللون الثاني للكليك الأيمن. اللون الثاني حال حال المساحة، اللون الثاني هو لون مساحة اللون الخلفية دائما يكون هذا اللون الثاني. كيفية اختيار اللون؟ مجرد انه احتاج انه اروح على هذه البليت اللي خاصة بالالوان واختار الالوان اللي عندي متوفرة. اما اذا اريد اختار لون المساحة فادوس الاختيار عن طريق الكليك ايمن، زين، بعد ما بعد ما رحت على هذا الكليك عليه واختار اللون المناسب للخلفية. هسه مثلا اريد اكتب لي شيء معين راح يكتب لي باللون الاسود، اما اذا دست كليك ايمن فراح يكتب لي باللون الابيض، فراح اسوي عمليه اندو حتى يتراجع عن الكتاب. اذا اردت امسح هذا الجزء اروح على امسح، لكن من امسح راح يختار لي اللون الابيض، راح يكون نوع من التشويه، فاحتاج انه يكون لون المساحه مشابه لهذا، فاحتاج الى تول يسموها البيك اب تولز، هاي او البيك اب. البيك اب تولز من اختارها اذا دست كليك هنا كليك ايسر راح يتغير لي هذا اللون، اما اذا دست كليك ايمن بتغير لي هذا اللون، صارت لون المساحه من امسح صارت مشابهه الى لون الخلفيه. بعدين من ارجع للزوم الطبيعي من هنا من ارجع للزوم 100% راح يروح التأثير. طبعا ايضا موجودة هنا امكانية ادخال التكست، وهذا التكست ايضا تكتب راح يطلع لكم ربن خاصة، وهي خاصة التكست كان يكون اذا اريد اتحكم بحجم الخط او شكله، او اضيف بعض الامور عليه. اما اذا اردت اوبيك واختارين افد لون معين يعني غير نافذ او ترانسبيرنت نافذ، واقدر احركه طبعا واضيفه هنا مثلا كان يكون بشكلك خارجي احنا ممكن اضافة اشكال معينة، كان يكون مثلا انا عندي بحث واريد اضيف على الصوره في شكل رمز معين، اقول لكم مثلا هذا الجزء مهم واغير اللون مالته ايضا، العفو من هذا اغير هذا اللون، او اغير مثلا السايز مال اللي اختاريته من هذا السايز. ممكن انه اضيف فول معين، ممكن اضيف اوتلاين معين، كل هذه يخص الشيبس. هذه تطرق سريع جدا لمواضيع البينت. ايضا الفيو ممكن نتصرف بعملية زوم ان زوم اوت، بدل من الذهاب لهذه الاداة الزومين. ممكن ايضا اضافة الجريد لاينز في حالة بعض الاحيان نحتاج الى نرسم تفاصيل معينة كخرائط او وجوه معينة نحتاج الجريد لاينز. المسطرة ايضا نحتاجها بعض الاحيان اذا اريد اني ارسم بفول سكيل، هكذا من بعض الأمور اللي موجودة كلها ضمن الفيو. طبعا من أريد أخزن أختار نوع طريقة الخزن JPG أو PNG أو غيرها من هالأمور وأكمل هذا الجزء. طبعا هناك راح إن شاء الله بالمختبر راح نقوم عليكم في إكسرسايز معين تعلمون على برنامج البينت. حاليا راح أغلق وما أخزن حتى نرجع إلى محاضرة. كل تفاصيل الأمور اللي تخص البينت تكلمت عنها بالمحاضرة هذه كتابية، وحكيت عن هذا أيضا رسمته، وحكيت أيضا عن أنواع الملفات اللي تتوافق مع البينت. نيجي نتكلم على الـ Introduction to Control Panel. الـ Control Panel هنا حالها حال
السيتنج اللي موجودة في أجهزة الموبايل. كنترول بانل اللي هي لوحة التحكم اللي تتحكم لنا بكل الأشياء اللي موجودة داخل الحاسبة اللي تربط بين السوفت وير والهارد وير. مثلا هسه أول شيء هنتكلم عن كيفية الوصول للكنترول بانل. هنتكلم عن عدة طرق للوصول للكنترول بانل. أنا راح أذهب إلى أبسط طريقة اللي هي البحث عن الكنترول بانل. مجرد أن أكتب كلمة كنترول راح يطلع لي هذا الجزء. هذا الجزء راح يقول لك إنه هذا الكلاسيكال أو إن أنا أروح على الكاتيجوري. هذا يعطيني تصنيف لكل جزء معين. يعني كان يكون سيستم والسيكيورتي، أي أمور تخص السيكيورتي، الويندوز ديفندر أو حماية الحاسب من الفيروسات، أو ريكفري للهارد أو عملية ترتيب الهارد أو غيرها، كلها موجودة ضمن السيستم والسيكيورتي. أما بالنسبة لليوزر أكاونت، كان يكون أسوي لي أكاونت جديد، أغير الباسورد، أغير الصورة، كل هذه الأمور أيضا موجودة ضمن اليوزر. اي امور تخص النتوركينج، عملية ربط حاسبة بحاسبة، ربط الحاسبة بالنت، ربط الحاسبة باللان، بالراوتر، كل هذه الامور، الواي فاي، البلوتوث، كلها تلقاها ضمن النتوركينج. اي هاردوير تربطه، كان يكون سكانر، برينتر، سبيكرات، مايكروفون، كل هذه الامور ايضا تلقاها ضمن هذا الجزء. اللي يريد يسوي عملية ادامة، صيانة، تعريف، تشيكينج، عملية تغيير السيتنج، كل هذه الامور تلقاها ضمن هذا الجزء. أما بالنسبة للتطبيقات اللي تم تنزيلها مؤخرا أو كل التطبيقات، عملية إضافة التطبيق، موديفاينج للتطبيق، إديتينج للتطبيق، كان يكون التطبيق صار بمشكلة تحتاج إلى عملية إديتينج أو موديفاينج مثل ما يسموها، كل هاي الأمور أنا نستول أنستول، كل هاي الأمور تخص البروغرامز موجودة. أما بالنسبة إلى الكلوكال ريجن، الأمور اللي تخص الساعة، التوقيت، العملة، اللغة، اللغة بالكيبورد، اللغة، لغة القراءة ولغة الإدخال، كل هذه الأمور موجودة ضمن الكلوك أند ريجن. أما بالنسبة للأكسسبيليتي أو الإيز أوف أكسس، هذه اللي ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يكون اللي سمعه ضعيف أو اللي نظره ضعيف، ممكن إنه كل هاي الأمور اللي جماعة الاحتياجات الخاصة ممكن إنه توفرها لهم هذا الجزء الخاص بالكنترول. أنا عرفت هذا الجزء آخر شيء، لأن هو الجزء الوحيد اللي مطالبيني، اللي هو عملية الـ appearance والـ personalization. شلون إنه أنا أعدل من الـ appearance اللي موجود عندي بالحاسبة، كان يكون أغير الخلفية، كان يكون أغير مثلاً الفونت، كان يكون أغير مثلاً الفولدر، شكل الفولدر option، ما كان يكون، هاي كلها موجودة ضمن الـ appearance والـ personalization اللي أحتاج من عندكم طريقة تغيير خلفية الشاشة أو الثيم أو غيرها. نروح على التاسك بار النافيجيشن، وراح يوديني على السيتنج اللي خاصه فقط في التاسك بار النافيجيشن، اللي هي مثلا اذا اريد ان اغير الباك جراوند، مجرد اذهب للباك جراوند هنا وراح يقول لي اختار اي نوعيه باك جراوند. زين، وبنفس الوقت اقول له غير لي الكلاس، ما احتاج هذا اللون الكلاس، اريد هذا اللون الاعتيادي. زين، واللوك سكرين اقدر ايضا اغير صوره اللوك سكرين، أقول أحتاج لغيره. كل هذه الأمور مثل ما قلنا لكم راح نعملها من خلال الكنترول بانل، وبعدين رحنا على الأبيرنس أند بيرسوناليزيشن، ورحنا على التاسك بار أند نافيجيشن، واختارنا هذني الأمور مثل ما تشوفون، غيرت خلفية الشاشة وغيرت الألوان، صارت هسه غير أشكال. نرجع للمحاضرة. هذا النوع من الفيو، الكاتيجوري فيو والكلاسيك فيو. changing wallpaper ايضا تكلمت عنها وسويت لكم تغيير الوالبيبر. ايضا هنا الاكو اكسرسايز ان شاء الله راح اطالبكم به حضوريا اثناء وجودكم داخل المحتوى. لهنا تنتهي المحاضره. انا جدا شاكر مشاهدتكم الفيديو، تحياتي لكم مع الف سلامه.